البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم ام اش كويزين اند فلوجز، ونشكركم بزاف على التعليقات تاعكم وعلى التشجيع تاعكم ليا. شكرا شكرا بزاف، ونرحب بالمشتركين الجدد، نقول لكم مرحبا بكم. وبالنسبه لي غادي يشوفوا الفيديو ويشوفوا قناتي لاول مره، نقول لكم اشتركوا في القناه، ما تنسوش الاشتراك عندي وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. اليوم البنات جبت لكم وصفه سهله خفيفه ظريفه، صراحه شابه بزاف وتجي خفيفه. غادي نحضروا مع بعض مسكوتة خفيفه بزاف وشابه بزاف كما قلت لكم. نبداو في المقادير ان شاء الله. نحتاجو عندنا كاس نواة كوكو، نحتاجو نصف كاس تاع زبده دائبه دهان دايب، نحتاجو 3 حبات بيض، ونحتاجو كيس تاع خميره تاع الحلوى 15 غرام، وسكر فاني 8 غرام ساشي ساشي، ونحتاجو كاس الا ربع تاع سكر كما راكم تشوفوا، كاس الا ربع تاع سكر، وست مغارف كبار تاع حليب، والفارينه راح نحتاجو كاس ونصف. بالنسبه لي انايا استعملت هنايا 3 حبات البيض صغار شويه، واذا كانوا كبار شويه غادي يدخل لكم حتى زوج كيسان تاع فارينه، يعني على حساب الحبات على البيض. نبداو في طريقة التحضير. بسم الله، نحطو البيض تاعنا، قلنا 3 حبات بيض، انا استعملت هنايا حبات صغار، ونزيدو عليه السكر، قلنا كاس الا ربع تاع سكر، ونخلطوا السكر مع البيض مليح، البنات هذه وصفة غير جربوها ما غاديش تندموا عليها، صراحة تجي خفيفة بزاف، يعني هكا حاجة خفيفة باش واحد يتقهوى ولا. هنا غادي نزيد سكر فاني على مع داك البيض والسكر باش ديك الريحة تاع البيض ما تقعدناش، ونكملو نخلطو. نزيدو عليها قلنا دهان دايب، عندنا نص كاس تاع دهان دايب، ونخلطو الكل. هنا البنات راح نزيدو ثاني 6 مغارف كبار قلنا تاع حليب، ست مغارف كبار تاع حليب، ونخلطو مليح البنات. ونزيدو نواة كوكو، قلنا كاس نواة كوكو، كاس هذا يرفد 100 غرام عندي، اللي تبغي تحسب بالغرام الكاس هذا 100 غرام. ونكملو نخلطو. ودركا نزيدو الفارينة، قلنا عندنا كاس ونص في 3 حبات بيض متوسطين، يعني حبات البيض ماشي كبار، نغربلو الفارينة تاعنا. انا درت الكاس الاول، ونزيدو عليه قلنا كيس تاع خميرة تاع الحلوى 15 غرام، ونخلطو مليح هذاك الكاس الاول، ونشوفو انا دخلت لي هنا كاس ونص، يعني كاس تاعي يرفد 100 غرام.
نخلطهم مليح باش ما يقعدوش عندنا هذوك الحبيبات. هنا راني نشوف الخليط تاعي خاصه شويه، غادي نزيد النص تاع الكاس الاخر اللي قلت لكم نغرب له. ونخلطو حتى تعطينا، خلطو مليح حتى تدخل لنا مليح الفارينة مع الخليط وما تكونش عندنا هذوك الحبيبات. هذا هو القوام تاعها اللي لازم يكون. يعني ما خفيفة ما تقيلة، اون بات كاع تقيلة بزاف. هذا هو الكاس الفارينة اللي بقات لي من الكاس الزاوج، يعني استعملت النص تاعه. هذه سهلة بزاف البنات، ما تديش كاع الوقت الا في التحضير تاعها ولا في الطياب. يعني حاجة خفيفة وسهلة ما فيهاش مقادير بزاف، فيها مقادير بسيطة. هذا هو البنات القوام اللي لازم يكون عندكم. هنا نجيب البلاطو تاعي، بلاطو عندي هذا البلاطو صغير، دهنته بالدهان ورشيت عليه شوية فارينة ونحطو الخليط تاعنا فيه. كما راكم تشوفوا ونحاولوا هكا نوزعوا الخليط كاع على البلاطو باش ما تجيناش بلاصه بلاصه، نوزعوا مليح باش تجينا كاع متساويه. ونخبطوها هكا شويه باش يجي مستوى واحد، وندخلو الفرن لدرجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة، وكل واحدة حسب الفرن تاعها. أنا شعلت عليه من التحت وكي شفته طاب شعلت عليه غير شوية باش دا داك اللون الذهبي اللي من الفوق، وخرجنا الكيكة تاعنا من الفرن. هذا هو اللون اللي يكون عندنا هنا، وهي سخونة كي نخرجوها من الفرن نجيبو الكونفيتور. هنا استعملت كونفيتور تاع المشماش ونواد كوكو للتزيين. نبدو نديرو البنات في الكونفيتور فوقها وهي حامية. هذه البنات ما تسحق لا تشربيها لا والو، غادي تجي كي شغل راكي مشربتها، ما تجيش ناشفه كيما الكيكه الاسفنجيه لان درنا فيها الدهان، والدهان غادي يمد هشاشه للكيكه تاعنا وما يخليهاش ناشفه. ونزيدو نديرو الكونفيتور هكا وهي حاميه، غادي تجي طريه وما تجيش ناشفه. نحاول نوزعوا كاع الكونفيتور مليح ونبدو نديرو في نواد كوكو من الفوق، وكل واحد كل وحده يعني حره في التزيين كيفاش تبغي تزينها، تبغي تزيد اضافات ولا تزيين يقعد كل وحده والرغبه تاعها. انا اختاريت هذا التزيين لاني راني درت الكيكه تاعي بنواد كوكو.
وجات بزاف بنينه. وما تديش الوقت البنات، ننصحكم تجربوها. البنات غادي نخليكم تكملوا الفيديو، راح نقطعها تشوفوا الطريقه اللي قدمت بيها. راح نرافقها بصوص كراميل نزين بيها من فوق. كما تشوفوا قطعتها مربعات، وراح نوريكم كيفاش تجي من الداخل. نخليكم البنات تكملوا الفيديو ونقولكم ان شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم، تعطوني الاراء تاعكم في لي كومونتير. نتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد في وصفه جديده. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.